مرحبا يا أهل الوفا وأهل المعزة والمروة بمحل النيفع للطيب باسم سجلة. مرحبا وعداد وابن في المناشي صبنا وقالها العمدة سفر وعيالها اللي جملها قالها العمدة سفر وعيالها اللي جملها. غني يا عايد وتولى البال بدعته وهو ضرب الدنيا فخر ولا الطناخ نعنبه شاعر العيال عمه ما ملا رسحه.
العمدة سفر وعيالها اللي جملوها. غني يا عايد وتولى البال بدعته وهو ضرب الدنيا فخر ولا طناخ نعنبه شاعر العيال عمه ما ملو راس حموه لا يقدم للمنابر في المحافل كنبوه. مرحبا يا للوفا واهل المعزه والمروه في محل اللي فعول الطيب باسم سجلوه. مرحبا المعزة والأخوة ربع اللي واجهت بيبانهم ما قفلوها. لابتي 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 سمو البقوم الهم على الطلاق جروة أمهل البلا احتمل ما قفت عزة واحتموها. لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها. من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها. المعزة والأخوة ربع اللي واجهت بيبانهم ما قفلوها. لابتي 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 سمو البقوم الهم على الطلاق جروة أمهل البلا احتمل ما قفت عزة واحتموها. لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها. من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها. فخر المعزة والأخوة ربع اللي واجهت بيبانهم ما قفلوها. لابتي 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 سمو البقوم الهم على الطلاق جروة أمهل البلا احتمل ما قفت عزة واحتموها. لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها. من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها. مرحبا في محل اللي فعول الطيب باسم سجلوه. مرحبا وعداد وابن في المناشي صبنوا قالها العمدة سفر وعيالها اللي جملوه. قالها العمدة سفر وعيالها
والمعز والأخوة ربعه اللي واجهت بيبانه ما قفلوها لابتي 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 سم البقوم الهم على الطلا جروة أمهل البلا احتمل ما قفت العزوة واحتماها لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها مرحبا يا أهل الوفا وأهل المعزة والمروة بمحل اللي فعول الطيب باسم سجلوه مرحبا وعداد وابن في المأناش صبنوا قالها العمدة سفر غني يا عايد وتا
مرحبا يا أهل الوفا وأهل المعزة والمروة في محل اللي فعل الطيب باسم سجله. مرحبا وعداد وابن في المأناش صبنا وقالها العمدة سفر مسجله. مرحبا وعداد وابن
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ما غرد بلبل وصدى وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح وصلاة وسلاما طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الأكارم، حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً وألبستمونا تيجان الشرف وأوسمة العز بحضوركم الكريم في حفلنا هذا المساء. أهلاً وسهلاً بكم عدد ما تخطت أقدامكم، وأهلاً وسهلاً بكم في كل ساعة ودقيقة وثانية. حضوركم شرف كبير لنا. كلمة ترحيبية للعم العمدة سفر بن سعد المرزوقي، فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ويا مرحبا بالجميع، بالجماعة والأصدقاء والجيران، ويا مرحبا والف هلا، شاركتونا في افراحنا، الله يحييكم تحية المطر، ويا مرحبا. وانا اكرر الترحيب، اهلا وسهلا سلامتكم. انا اذكر بيت لابو سعد في عرس سعد بن صغر، ما نسيته، بيت محاور، أذكر البيت ذا زين، وهو حكمة لأنه كذا علق في مخي. يقول إيش؟ يقول تتعب لك الناس وأنت تتعب علشان، فأنت تعبت للناس يوم سعد وتعبوا عشانك الليل، الله يحييك. الله يحييهم، الله يحييهم. برنامج شعري يتوجنا فيه الشعراء بقصائده، نبتديه مع الشاعر الكبير عايض بن سفير المرزوقي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلا بضيوفنا الغاليين عند رفيق الغالي، ونقول لفارس هذا الليل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكم وباركوا عليكم وجمع بينكم في خير. أما القصيدة، يقول: عداد من يكتب ويرسل مكاتيب، وإعداد ما في المكتبة من كتابي، بضيوفنا أرحب وزيد الترحيب، في ماضي حاضر بحضرة جنابي، في حفل شيخ ماضي له تجاريب، فعله هنا ومسنا وقول الصوابي، في حفل شيخ ماضي له تجاريب، فعله هنا ومسنا وقوله صوابي، من الاد مرزوق رماها العواطيب، من افعالهم دايم اعداهم تهابي، وقت مضى لقن بالذيب للذيب، ايمانهم تشبع جياع الذيابي، من البقوم من الزحينة الأجانيب، عن دارهم والمجد ما هو بخابي، من البقوم من الزحينة الأجانيب، عن دارهم والمجد ما هو بغابي. يا أبو سعد يا راعي العرف والطيب، اقبل تحياتي وقدر خطابي، أحضر أحضر ولو كان يا أبو سعد يا راعي العرف والطيب، اقبل تحياتي وقدر خطابي، أحضر ولو ما رسلت يمي مناديب، رميت يا الطيب هبابه هبابي، طيب ووفا ما فيه شكها ولا ريب، على النقاء قلبي وفكري سرابي، على النقاء قلبي وفكري
سرابيليه بواجيب وعليها بواجيب واليا دعيت اجيب واشهر جوابي عن عزوتي في كل ميقاف ما غيب وانقبتي شلويش سبت غيابي ليه مواجيب وعليه مواجيب واليد عيد تجيب واشهر جوابي عن عزوتي في كل ميقاف مغيب والغبت ينشد ويش سبت غيابي ومبروك يا سلطان نسبة الشلهيب أهل الشداد متعبين أركابي والسلام عليكم. صح لسانك يا ابو عبد الله. المشاركه التاليه مع الشاعر مصرح ابن طامي فلتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا ترحب مطرب ضيوفنا اللي هنا. غن يا عايد وتو الليل بالابداع توه واضرب الدنيا فخر ولا طناخها نعذبوها شاعر العيال عمه ما ملا راسه حموه لا يقدم للمناظر فالمحافل كل ابوها مرحبا يا اهل الوفا واهل المعزه والموه في محل اللي فحول الطيب باسمه سجلوها مرحبا واعداد وابل فالمناشي صب نوه قالها العمده سفر وعيالها اللي جملوها عمي يلي بالكرامة مشعل للضيف ضو سير تتعب على التاريخ قبل يغلقوها سير تم مثل الذهب وتريق في حضرة سموه في ضواف المجد تكتب بالفخامة بروزوها تفتخر به لابته وتريق تفتخر به لابته فخر المعزة والأخوة ربعي يلي واجهت بيبانهم ما قفلوها لا ابتسم والبقومة الهم على الطالة اجروهم هل البلاحم الماقف تعزوه واحتموها لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة من سلطاوة رؤوسهم وسط المناهج وضحوها. سلامتك. صح لسانك يا ابو صلح. ابدعت صراحة بس مهما سويت ماكم سوي مثلي ترى يعني على قد الحين. نستكمل هذا الحفل الخطابي مع الشاعر سفر ابن هزاع فليتفضل مشكور. الحقيقة أنا ما عندي قصيدة في الحفل لكن إني أصدر الربع لأني أشارك وبشارك وأنا راح أرحب عندهم راح أحييكم جميعا وبارك للمجلس. لكن قبل أشارك أنا أشارك بقصيدة في البقوم فازة في مزاينة لبن في الكويت. لكن قبل أشارك عندي بيتين. يقول فشلك ما تكثر علشان إعداك إعداك كثرتهم تجي من نجاحك خلت ثقة يدنك وطلع المبداك لا ينكسر من دون مجدك جناحك. أما القصيدة يقول سلام مني على الحاضر سلام واثنى التحية وزيد الاحترام سنة محمد ولا فيها كلام سلام مني على كل البقوع العزوة اللي لهم عز وفخر دخل لنا يوم كل اللي ذخر تاريخهم ناقشينه في الصخر ما حد قدر يجحد فعول البقوع خطوطهم في الحياة مطولة وفعولهم كل شيء يتهوله لا حد يفكر يجيب الأولة ما لها غير البقوع اللي انتخوا جمعهم مال الحلي لا غطرفة للشجيع مال الحلي انقص عرق الغشيم لك حلي ويموت قلب غليل من القوم ليش اسمه ريحان من عقب السليم التركي ما حد رجع منهم سليم صار ما لا ضاف المثل صار ما الهشيم راح وضاحا والحمد لله على وقت الرخاء هالمعرفة معشجة معساخة وحزامنا في محل مرتاحة
نعم الرياجيل يا رجال البقوم تستاهلون المدح يا أهل الإبل ما يا حسيد الطيبين لا خبل وإن هبت الريح ما هز جبل وانتم كيما الضيل ثابت يا البقوم أهل الحمر والشقح والمبلشات من شانهم محرقين كل شات وانصار وقت السباق مفناوشات ينتهى الفوز يحسب للبقوم يستاهلون المدح في كل بيت من يضمنون الحدث من غير ليت في نجد ولا ورا حتى الكويت الأولى مالها غير البقوم ابن الهذيلي مع حمر النعم قد الزعامة اليمن زعم من لابط ما يكفيها النعم ومن الأوائل اليقيل البقوم هذلان دايم قوي باسهم قوم تدوس الخطر ما داسهم لعلهم يكثرون أجناسهم في كل بخذن من بخوذ البقوم وابن الدهيمي مع شبح تهول يرعابها في الجبال وفي السهول ولا الدهن ريجي لنزحول وقفاتهم ما تغير يلقون قطنان وابن الصليب ربعهم من عقبهم ما تغير طبعهم مشروعهم ناجح من شرعهم مسجل في سجلات البقوم قلت وعينا ما تغير همتي ولا دي مرزوقي تحمي كلمتي المدح من حظهم في ذمتي والباقي كملوها يلبقهم والمعذرة للقبائل كلها ما هو بحق علي زلها والكرب على العرف في حلها سلم درست من سلوم البقوم بقوم ممثلين المملكة باللي قدرنا عليه ونملكه والكايدة بمر ربي مدركه ونجيبها للوطن باسم البقوم وآخر كلامي صلاة بالسلام على نبي وقض كل الأنام وأعمالنا خيرها مسك الختام وأنتم على الفوز دائم البقوم سلامتكم إنسانك أبو سعيد. نستكمل فقرات هذا الحفل مع الشاعر المتميز مرزوق بن حمدان فليتفضل مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله سلام مقتبس من محكم الآيات مفاتيح القلوب اللي بذكر الله محجوبة أسلم في محلي ورد فالترحيب فالجايات على منهج محمد والكرام اللي تمشوبة بلشنا بين أساليب التحايا نبتدي بيات وتعب على كل القوالب من قلوب بيض مصبوبة بلشنا بين أساليب التحايا نبتدي بيات على كل القوالب من قلوب بيض مصبوبة وتعابير الوجيه تنوب والأعمال بالنيات سواء قلتها ما قلتها فالوجه مكتوبة لها هامة رجل مضرب مثل تضرب بهالهامات اتلبس بالحفاوة ضيفنا ثوب على ثوبة على منبر خيالي معتمدها من زمان فات على نفس النظام المعتبر واسلوبه اسلوبه لها هامة رجل مضرب مثل تضرب بهالهامات اتلبس بالحفاوة ضيفنا ثوب على ثوبة على منبر خيالي معتمدها من زمان فات على نفس النظام المعتبر واسلوبه اسلوبه باسم ريف الضيوف اللي ما قدم اللي ما حدد للمضيف اوقات تجاوبكم حسوب وخطوتك يا ضيف محسوبه وسلامتكم. المشاركه الثانيه عيشه غريب بين الاغراب في كوخ في عالي صلف الحبايب تنشى تسوى الحياة بوجه نصلي ومنسوخ وراس تطبله وراس تحشى حاولت قطف الخوخ من شجرة الخوخ وهش غصن قام كل يهشى ولي القوافي بين هذيب مصلوخ باب مغادرته وباب تخشى
واللي القوا في بين حذيب مصلوخ بابن مغادرته وبابن تخشه مالك ومال الجوخ يا لابس الجوخ انطعتني تلعن ابليس وتطشه تلبس بشوت شيوخ وتمثل شيوخ مالك ومال الجوخ يا لابس الجوخ انطعتني تلعن ابليس وتطشه تلبس بشوت شيوخ وتمثل شيوخ وتمطر وغيثك ما تعداك رشه كم عاش وسط العش من بيض وفروخ وكم طاير غرت وعود العشه اللي لقيت الزاد مشوي ومطبوخ اللي يناسب لك مذاقه تعشى وان شفت لك راسه صغير ومنفوخ خله ترى هدرات حاجه تفشل كم عاش وسط العش من بيض وفروخ وكم طاير غرت وعود العشه اللي لقيت الزاد مشوي ومطبوخ اللي يناسب لك مذاقه تعشى وان شفت لك راسه صغير ومنفوخ خله ترى هدرات حاجه تفشه ياخذ على مقيل مشوار ويدوخ وان كان له ذنب على من يغشه راس على قول الرياجيل مطروخ وروس على قول الرياجيل حشه وسلامتكم. صح لسانك يا ابو ياسر. المشاركه القادمه مع الشاعر سعد بن عبد المحسن المرزوقي فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبارك لأخوي سلطان بن سفر الله يوفقه في حياته ويبني بيته. عندي أبيات فالوطن وأبوي طلب مني قصيدة وبجي بعده. يقول أفضى ربي على الإنسان ما تحصى يا رب عفوك من اللي تقترف يدنا اجباهنا سجد وقلوبنا تنصى رحمتك يلي عليك الحال ساعدنا حنا ضعوف تحتك ونخطي ونعصى نغفل وتحلم لو ان احيان زودنا يا رب وانصر بلادي لين ما تقصى فوق الثريا تطاولها مساجدنا وانصر مليك اليوم قال ما نعصى ابو فهد سيدي سلمان قايدنا اللي ضرب بجربه طهران ثم اقصى وجه الخزايا على الصوره ومشهدنا ومحمد اللي فعوله فالدهر تعصى على ملوك الدوي قاصين ولدنا خذ الكلام الذي ما بعده وصى وسوى فعول الذي بالعز وحدنا ومن التحيه الجند تتقن القنصه من بطشهم فالعدا طلنا وتسيدنا عاشت بلادي منار وقبلهم منصى من دون حد الوطن نحمي مواردنا سلامتك. الابيات الثانيه يقول فالامير عبد الله بن خالد بن عبد العزيز يقول استسلم الواقع على باب الاحلام وفي عز كسراتي وعز انهياري مغوص بحر لا وانا فيه عوام واعيش لذاتي بحجم انتصاري فهمت من دنياي تزييف الاعلام وعرفت قيمه وقفتي من قراري استطعم المعروف معجر الانسام وتحين الفرصه ورد اعتباري الا امامك سيدي كيف الاحكام كيف الجزاء والله ما نيب داري ما عندي الا الشعر في موقفه قام وراسم به العزه وبعض الطواري تعطي عليها الاذن وتحط الاختام وداخل مجال الجزم عندك مطاري سلام يا فعل على الطيب مقدام سلام يا راس على العز ضاري من خنصر اليمنى البصمات الابهام مكارم فاقت حدود المداري ابو فهد وجه النقا درع وحسام حر نطاول به وفاخر وماري حر اللي اوقع وحر اللي احام القاف في طريق قاف انتحاري على مشاريف الوفا قال قدام وخلى البقيه في الذهاب انت غاري ان قالوا اكمل قل جفن الاقلام وان قالوا اقرا قلت للذكر قاري ثم الفتوحات النبي فجر الاسلام وبدر وذي قارن وذات الصواري والمجد خنوره وتاريخ الامام ولملوكنا وابوك عهد الحواري في عهد ابو بندر رخا وامن وانعام كل دعاله في نعيم
الجواري من قال خيره بس في 7 أعوام ماله لوى والنهر ما زال جاري يا راس مال الطيب وكفوف الايتام واللي همومه طوته والمساري مجلسك واكرم فوقه ترف الاعلام ماكر حرارا صاينين حراري مقدر جاهك وتقديرك الزام امرك ليصدر قرارا وزاري من هيبتك نعرف مقاييس واحجام ومن طيبتك يا طيب ذيك المواري العابد اللي للولي دوم صوام ودعاف الثلثين والثلث ساري يروي مواقيفك ومدات الاجسام ولا ينكر المعروف سر وجهاري بالله يحبك ويدعي كل عام ويدعي ويهني كل ما جاه طاري سق الله اوقاته حلوات الايام عرفت عبه كيف معنى انكساري جعله مع العشره مبشر ولا دام غير الولي ما قدره صار جاري وحنا على نهجه ولا فيك نلام صدق مثل صدق الصحيحه البخاري مجمعه للطيب قامات واعلام مدري يزيد الشعر ولا وقاري لا باس مما جاك يا ليت الاسقام يا ابو فهد فيني وما جاك باري وانقت عبير الشعر مسك وختام فعلك علاج الطيب والاستشاري سلامك يا ابو عبد المحسن المشاركه القادمه مع الشاعر الشاب عبد الرحمن بن سعد فليتفضل مشكورا بداية أرحب بالجميع في محل أبو سعد وأني أخوه سلطان عسى الله يبارك له يجعل البيت الصيب والنصيب وأقول سلامي على رؤوس المكارم سلام إسلام سلام على أسماع البشر يعلن قدوم خطفني خيالي من نشاطات الاستجمام وطير المدايح يكفخ الرأس ويحوم أنا لي هجوس عاقبتني ولا تلام لها سلم في العين ينزل على كموم وحس حرارتها على القلب الصمام مثل حرة المطنوخ لبات مظلوم تهادت على باب القريحة 3 أيام ولو أنها تزهم علي بشكل يومي يوصيني الطيب وأنا للحزام حزام على الكايدة بلعون ما تبرد عزومي يا كيف ارتخي لحظة وانا الشاعر المقدام وجداني يما شيخ ولا بطل قومي يا كيف ارتخي لحظة وانا الشاعر المقدام وجداني يما شيخ ولا بطل قومي اسوق المثايل لبيض الوجه دون الهام واشوف ان صعوبتها مثل ملبس هدومي على ابو سعد واسمه صغر كاسب الانعام اميل الفخر راعيم واجيب وسلومي ما كان الله الا سخر اسمه للامر الهام عسى هامته تبقى على العز ويدومي قوي الشكايم كفه يحطم الارقام قوي الجسد كفه يحطم ضعوف قوي الجسد كفه على ضعوف ورهومي انا ممدح الرموز واشهر من الاعلام واجنب عن اللي صيتهم شبه معدومي ولا من ذكرت اعلام في خانه الاقوام اللي لابت من دونها طيح وقومي مرازيق والانجاد عامل يسوق اعوام خذينا الشموخ وباقي الرزق مقسومي مطانيخ واضعفنا يهابونها الاخصام وخيالنا ما لهم عادين وخصومي انا لو جفلت من الكوابيس والاحلام تعزويت بفعول المرازيق في نومي انا لو جفلت من الكوابيس والاحلام تعزويت بفعول المرازيق في نومي لنا سطوة يضخ لها السبع والضرغام ولنا راية خفاقها فالسما يومي قبل لا تقوم الداخلية بل أن العام حكم لمن 5 مرازيق وبقومي على عجة الميدان قدام في قدام الأعمار ما تنعاد والموت محتومي على عجة الميدان قدام في قدام الأعمار ما تنعاد والموت محتومي ملاحم هل التاريخ مع حبكة الأفلام حضن شاف شيء مثلها واخذوا علومي لو الناس سكننا القدس والله ما ينظام نبيد اليهود ونكسر الفرس والرومي سلام علينا لين ما تنشف الأقلام ولا عاد تقبل ركعة الليل والصومي وصلوا على محمد شفيع أمة الإسلام كريم الصفات اللي عن الذنب معصومي سلام الله وجهك وصح لسانك.
ابيض بشرط. صح لسانك يا عبد الرحمن. المشاركة القادمة مع الشاعر مشرع بن طامي، فليتفضل مشكورا. وقفت وقلت لي بيتين ألبس المنبر الباس العزة، أبيات شعري تمتلك وصفين، هيبة ملوك ودمعة أطفال غزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميع، الله يحييكم تحية المطر. يقول لا صخرت بيوت شعري وانت ثروة بلا الغمام، سال سيل المزنة اللي تنبت تزال ودرر، آسف إني يا قصيدي ما عطيتك اهتمام، وادري إني لو عطيتك فاضت أمواج البحر، والله إني شاعر مفذ وبيوتي اجسام، بين وقتي ما صفالي نعنبوة حي الدهر، والسبايب هي هنوف من عشقها ما يلام، ساكنة في وسط قلبي والعيون لها مقر زين، ها مال الشبيه ولا يوصف بالكلام، تتعب حروف القصايد منت غزالة وعبر، عزلتني عن قصيدي لين خالفت النظام، وصرت هايم في غرام الزين وادق الوتر، بس لحظة قفلوا باب التغزل والغرام، وافتحوا باب المعزة والنعارة والفخر، مرحبا يا ضيفنا اللي في الصدر جاله مقام، عد ما دن الرعد وعداد همال المطر، مرحبا في ذمتي وعداد ما ناح الحمام، بالضيوف اللي لفونا من شيوخ ومن جبر، عند عمي تاج راسي محزمي نور الظلام، غيث من هو في زمانه لاحق غبن وقهر، راعي الفزعة طويل الباع في وقت السلام، راعي الفزعة طويل الباع في وقت الزحام، بالفعول اللي تطول المجد وتشوق النظر، فعلها أوضح من نجوم الليل في وقت العتام، وصيتها أشهر من فعل صدام فاليوم الغبر، لو سألت العز نفسه جاوبك من دون لام، أصلي اللي ناشره بين العرب ترى سفر، لو سألت العز نفسه جاوبك من دون لام، أصلي اللي ناشره بين العرب ترى سفر، دور ربعه واقف بالحال في حرب وسلام، دور ربعه واقف بالحال في حرب وسلام، من نعارة راس هاللي فيه طنخات وسطر، حي راس بالوفاء والمعرفة والاحترام، يكسب قلوب النشام بدوها ولا حضر، حي راس بالوفاء والمعرفة والاحترام، يكسب قلوب النشام بدوها ولا حضر، ولا نسيت عيالها اللي لغط الجو العسام، ارتكوا للمعضلات وداسوا دروب الخطر، يا حزام اللي غزاها الوقت يا سعد الحزام، يا الرجال اللي تشيل الحمل لا ثقلوا كبر، مدحكم يطلق لساني عليه بالحرام، مدحكم يطلق لساني عليه بالحرام، ويطلق احجاج القصيد وينحتب صم الصخر، والله اني دونكم كالسيف قصاص العظام، سيفني فت العضود ولا سلم منها النحر، واختام عليكم زود، والله اني دونكم كالسيف قصاص العظام، سيفني فت العضود ولا سلم منها النحر، واختامها مبروك يا نسل الحشام، الكريم اللي يمينه صافح سطح القمر، ودعايلك في كل وقت وكل عام، الله يمدك بالسعادة معطينا العمر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا صاحب زانك. المشاركة القادمة مع الشاعر عبيد بن راجح، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير جميعا. الأول أبارك لأخوي سلطان ويتجلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير، صلوا على محمد. بديت باللي حكمته تعدل الميل، اللي على الإسلام خالق عباده، الواحد اللي ردد لتهاليل طاعت كريم الزاع عز وشهادة، ومن بعدها يا هاجسي لن تحليل، الجزل من بدعة الطواريق نادة، ألا له الوقفة مع الجدي وسهيل ربعي مقدم الفخر والقيادة، ألا له الوقفة مع الجدي وسهيل ربعي مقدم الفخر والقيادة، يا مرحبا وعداد وابن المخايل لو انت رزم ما تعجل براده، يا مرحبا وعداد ما يجري السير باللي لهم في قمة المجد شادة،
بحلة إلى النشام بدهيل اللي بفهيم السعد باعتماده أهل الشدايد متعبة تسبق الخيل في حلة إلى المواقف سادة. مبروك يا سلطان ورث المشاكين الله يتمم لك بخير وسعادة والفرحة الليلة بجمع الرياجيل اللي بفعل الطيب والعز قادة من روس قوم ينطحون التهاوين يوم الفخر عند المرازيق عادة من الأد مرزوق الفخر في المقابيل وعودت بسنين بركادة من الأد مرزوق الفخر في المقابيل لعودت بسنين بركادة لعبست سود الليالي المقافيل نارد على موت المواقف شهادة حنا أهل البل المراجل دوالين نشعلها لنصبح عوادة حنا أهل البل المراجل دوالين لا إنشاء عليها لين نصبح عوادة والطيب عند مقدم الفن والهيوة للرجولة والشرف والسعادة. سلامة الله. صح لسانك. المشاركة القادمة للشاعر عبد المحسن بن سبا فليتفضل مشكورا. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أما الترحيب سبقوني إخواني وعيال عمي ومرحبا بكم مليون، وأنا الليل مشارك. أنا في رجال حاضر بيننا معريف واجد علي، ولو أشكره من اليوم ليوم الدين ما هو فيه حقه. مصلح بن سعد بيض الله وجهك اليوم ودوم وذي والله ما يمشي حقك لا هي ولا غيرها. أنت رجل موقف وأنا جربته، أنا سأسمع من وراء ظهور الرياجيل كايد لين عرفت مصلح. يقول تجارب الدنيا على مر الأيام تكشف لك الأصحاب في وقت محدود، والناس مقسومة على عدة أقسام، ما هم كل الناس تأتي على فور، رب أخي لم تلد بأمك حزامة خير من قوة 300 وزور. رب أخ لم تلد بهمك حزام أخير من خوة 300 وزود. للوقت درع وللمواقيف صمام، للوقت درع وللمواقيف صمام، واليا سهمته شفت للعلم مردود تباشر يبيض الدفاتر والأقلام. اليوم موعدنا على دين وعهود، والله عطاني هاجس يلهم الهام وصحي الفكرة وخلق الله بقول. أما تجي جزلة على المنبر العام ولا بلاش البيض تمشي مع السود، دامت هواجيسي على الجزلة إحياء ماني موردها على عد مورود، دامت هواجيسي على الجزلة إحياء ماني موردها على عد مورود. والله لو أردها بلا قيد وخطاب وأسوقها للناس من دون منقود، والله لو أردها بلا قيد وخطاب وأجيبها للناس من دون منقود. هذه قوة فينا لها شان وانسان، ما هي من اللي تنقص احيانا وتسود. اسوقها لك وانت نشمي وضرغام مواقفك تذكر لك العالم شهود، ما انته من اللي طيبه ليال وايام ويروح طيبك كل ما هبت النور. انت خلقت مع الرياجيل قدام مقطع حق وللمعارف موجود، ويا ابو سعد والله فلاني من الله يا ترك زاد من بعد طيب والجود. واليا ذكرت اسمك طرى سيف همام، همام سيفه لا ضرب ضرب بارود، وما قفت يا مصلح على صدري وسام بذلت لجني الكبو كل مجهود. واليوم اماريبك على المنبر العار وكرمك بالسيف والبش والعود تستاهل وقل من حق. صح لسانك عبد المحسن، وابو سعد يستاهل. ختاما لهذا الحفل الخطابي اللي سيطروا عليه الشباب، ابو عبد الله من الشباب اكيد، اقول اليوم الحفل الخطابي كله شباب. ابو عبد الله هدايا مقدمه للعريس ووالد العريس. في البداية وين مشرع؟ يا مشرع عمك سفر يقول اهدارك بكرة واضحة وانت تستاهل.
إهداء مقدم من عايض بن حاضر إلى سفر بن سعد بشت وسيف يقدمه فيصل بن عايض بن حاضر. تعالي تعالي إهداء من فيصل بن عايض بن حاضر إلى العريس سلطان بن سفر بشت وسيف. إهداء من الشاعر شبيب بن مشرع الحماني سيف وبشت إلى سفر بن سعد يسلمه ابنه نادر بن شبيب. إهداء من عبد المحسن بن سفر إلى أخوه مصلح بن سعد فليتفضل مشكورا. بش وسيف وعود. نقول للعريس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك يا أبو سفر ويرزقك بالذرية الصالحة ويجعل حياتك سعادة في سعادة. ونشكر لكم هذا الحضور الكريم ونقول لكم إلى اللقاء إن شاء الله في مناسبات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أهل الوفا وأهل المعزة والمروة في محل اللي فعل الطيب باسم سجله. مرحبا وعداد وابن في المناشي صبنا وقالها العمدة سفر ما
ربعه اللي واجهت بيبانهم ما قفلها. لابتي 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 سمو البقوم الهم على الطلا جروه أمهل البل احتمل ما قفت عزه واحتمها لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة منصطة وتروسهم وسط المناهج وضحوها منصطة وتروسهم وسط المناهج فخر
الأخوة ربعه اللي واجهت بيبانهم ما قفلوها لابتي 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 سم البقوم الهم على الطلاق جروة أمهل البلع كمل ما قفت العزو واحتماها لارتفع صوت العزاوي قوة تضرب بقوة من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها من صطاوت روسهم وسط المناهج وضحوها سفر وعيالها اللي جملوه
الفخر المعز والأخوة ربعه اللي